السمسار اللي احنا رايحين له ده اسمه روني بتال، عنده مكتب هنا وبيشتغل مع السفارات، بس شغله مع السفارات كلها كوم وشغله معانا كوم تاني. ده سرحان في ايه؟ فكاه جمال بيه، فكاه. انت لسه قاعد 4 سنين، هتنكد على نفسك من دلوقتي؟ فاحنا ننكد على ابوه. فكاه فكاه. روني! اوه مستر ناجي! اهلا روني، ازيك؟ اهلا مستر ناجي. اسمع دي، بقول لك مره واحد يهودي قالوا له لو الدنيا بردت هتعمل ايه؟ قال لهم هقعد جنب الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر؟ قال لهم هقرب اكتر من الدفايه. قالوا له طب لو بردت اكتر واكتر؟ قال لهم هلزق في الدفايه. قالوا له طب لو نزل تلج؟ قال لهم هشغل الدفايه بقى وامري لله. بص يا روني، مستر جمال يبقى ابن خالتي، عايز له احسن شقه في تل ابيب بس بسعر حنين. ازاي مستر ناجي احسن شقه في تل ابيب ويكون سعره حنين؟ لا لا لا، تيجي ازاي دي يا راجل؟ ده انا جايب لك 30 زبون لغايه دلوقتي، لما اجي اقصدك في خدمه تطلع ندل كده؟ بلاش الشغل بتاعكم ده. انت كل واحد تجيبه تقول ده ابن خالتي، ده ابن خالتي. انا اصل خالتي كانت ولاده، كانت بتولد توأم كل 9 اشهر. بقول لك ايه، ما تديله الشقة اللي قدامي. لا 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 لا، دي شقة غالية كتير. هتغلى عليا أنا برضه يا روني؟ ما تصفنيش بقى قدام ابن خالتي. خلاص، أعمل لك خصم 5%، ده عشان خاطرك أنت بس. 5% ده خصم برضه؟ أنت بتقطع من لحمك الحي يا راجل أنت. بلاش الشقة دي، شوف غيرها. لا، إحنا هناخد الشقة دي بقى، وحر ونار في جتتك. وما هتعقد. اسمي جمال بيبي الكامل ايه؟ جمال عبد الناصر. بيتلبشوا لما بيسمعوا اسمي.